يشير مصطلح عملية تصحيح النظر إلى مجموعة متنوعة من العمليات التي تهدف جميعا إلى إعادة تصحيح شكل القرنية وعلاج أي مؤثرات طبعا ممكن تؤثر على جودة الرؤية عن طريق استخدام أشعة الليزر بطول موجي معين وطاقة محددة لتسطيح شكل القرنية. أكيد يا سلمى، رح نروح ضمن فقرتنا الطبية لنتعرف على هذا النوع الشائع من العمليات. رح نتعرف على طريقة العملية، الفوائد، السلبيات، الإيجابيات، إيمت الشخص أو الطبيب بيلجأ لإجراء هذا النوع من العمليات. هاي المعلومات وغيرهم حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم وهو الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي في علاج أمراض العين وجراحتها. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباحك، صباح المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم، عملية تصحيح شكل القرنية أو تصحيح النظر، إمتى بيتم اللجوء لمثل هذا النوع من العمليات؟ تمام، هلا مقدمتك كانت حلوه اللي اعطتنا كملخص هو تصحيح شكل القرنيه. خلينا نبسط المفاهيم ونلجا للاول لنقدر ندخل بالموضوع. خلينا نفهم اول شيء اليه عمل العين وشو العيوب الانكساريه او شو النقص او الضعف او سواء الانكسار اللي ممكن تصير. العين بشكل مبسط رح تاخذ الضوء من المحيط وتعمل له انكسار مثل اي كاميرا فيها عدسه، تاخذ الضوء بتعمل له انكسار وبتفوكس الصوره على الفيلم اذا كانت الكاميرا واذا كانت العين هي الشبكيه. بشكل مبسط هذا اليه عمل العين. فالضوء فايت رح يخضع لانكسار بالعين، المفروض الخيال يجي على الشبكيه. هلا اذا الخيال اجى قدام الشبكيه فهي حالات النقص، تمام. اذا اجى ورا الشبكيه هي حالات المد، بيكون في خلق خطا بالانكسار يلي عم يتعرض له الضوء من قبل العين، وما اجى الخيال، ما اجت الصوره واضحه على الشبكيه حتى تنتقل باتجاه الدماغ، تمام. هي اليه عمل العين. هلا هون تنتج اسوء الانكسار مثل ما قلنا، قدام ممكن نقص، ممكن مد، ممكن حرج بصر او انحراف او لابؤريه، يعني تشوه بالخيالات. هلا كيف بدي عدل الخلل الانكساري اللي حادث بالعين؟ اتفقنا صار في عندي خلل انكساري، يعني الضوء فات لجوا العين، ما اخذ انكسار صحيح، اجا ما اجا بشكل دقيق على الشبكيه، فبالتالي الصوره كانت مشوهه. فهون نحن بدنا نعدل الخطا الانكساري الحادث. هلا شلون العين بتعمل انكسار للضوء الداخل اليها؟ عن طريق بشكل اساسي القرنية والعدسة، الجسم البلوري. القرنية هو أول سطح شفاف بالعين، والبلورة هو جسم البلوري بيكون داخلا. العمليات تصحيح النظر عم تعاكس الخطأ الانكساري الحادث من خلال تعديل سطح القرنية. هلأ نحنا كان عنا مثلا واحد عنده نقص درجتين، يا بيلبس نظارة درجتين، يا أما بحط عدسة لاصقة طبعا مع كل السلبيات ومحاذيرة، يا أما بعمل على سطح القرنية أي تعديل بيغير الانكسار بحيث عدل الخطأ الانكساري الحادث. من هون فتحنا باب عمليات تصحيح النظر للاستغناء عن النظارة، يعني بحيث انه انا ما بدي البس النظارة، بدي غير الانكسار الحادث للعين مشان يجي الخيال على الشبكية بعمليات، اوكي، يعني هون عمليات الجراحة الانكسارية او عمليات تصحيح اسواء الانكسار. بشكل مبسط قلنا مثل المقدمة اللي حكيتيها حضرتك انه هو عمليات يعني مباشرة على سطح القرنية مشان عدل من القيمة الانكسارية تبعها، مشان تعدل الانكسار ويجي الخيال بشكل صحيح على الشبكية. هون فتحنا باب عمليات تصحيح النظر. عمليات تصحيح النظر مثل ما حكينا هي بتتجه مباشرة على القرنية. طب هل فكرة هذا المبدأ البسيط اللي شرحته مبلش مثلا من أكثر من 50-60 سنة، ما كان في عندهم أجهزة ليزر متطورة، فاتجأوا الأطباء من أكثر من 50 سنة أنه يعدل الخطأ الانكساري على القرنية عن طريق شفرة الألماس، مشرة الألماس، بدراسات معينة بيقول أنه أنا مثلا إذا عملت تشطيب للقرنية رح عدل الخطأ الانكساري. طبعا كانت تطلع معه النتائج ما لها دقيقة، لأنه قد ما كانت الجراحة بالشفرة الألماس ما لها بدقة أشعة الليزر الحادثة. هاي إذا نرجع فيها للذاكرة لورا من 30 سنة انتشرت بشكل كبير عمليات تصحيح النظر، تشطيب القرنية. لهلأ بيجونا مرضى شاغلينا مثلا هلأ أعمارهم كبيرة بالخمسين والستين، شاغلينا بعمر العشرين، بفحصوا للمريض بلاقي أنه أنت عامل عملية تشطيب قرنية قديم مشان يعدل النقص.
بلشت بقى بمرحلة تانية تتطور أجهزة الليزر. أجهزة الليزر هدفها أنه تعدل سطح القرنية بشكل دقيق ومحسوب ومدروس، لأنه بقديش بدي كل خطأ انكساري رح يعادله ضربات ليزر محددة. الليزر فيه دقة كبيرة، تمام؟ وهون بلشت عمليات تصحيح النظر. هلأ خلينا نفوت على أنواعها، ما حنفوت بأنواع طبعا كتير تطورت، كتير أجهزة الليزر تطورت، كتير في دقة كبيرة. خلينا نفوت بالمصطلحات الشائعة، تمام؟ بلشنا كلياتنا بنسمع ليزر، ليزك، هلأ فيمتو ليزك، انتراليز، كل هالشغلات ممكن العالم سمعانتها باللغة الدارجة أو اللغة الطبية المحكية. فهلأ شو الفرق بيناتهم؟ هلا خلينا نفوت اولا انه بدايه نجاح العمليه رح تتضمن اولا انه تكون القرنيه سطح طبيعي سليم خالي من اي امراض، يعني كل تشوهات بالقرنيه ما حيسمح لي اني اطبق اجهزه الليزر. الفروقات بيناتهم بعد ما بتاكد من سلامه العين وسلامه القرنيه خاصه بعمل صوره طبوغرافيا قرنيه، باتجاه عمليات تصحيح النظر. عمليه تصحيح النظر من زمان كان مثلا اجهزه الاكزيمر ليزر من له الليزر العادي، جهاز هو جهاز اكزايمر ليزر بيعطي ضربات من الليزر على سطح القرنيه بحيث انه يشيل طبقه خفيفه من سطح القرنيه بتعدل الخلل الانكساري الموجود. هلا الطريقه القديمه اللي هي الليزر مو الليزك، الليزر بيطبق على سطح القرنيه مباشره، فمن قيم بشره القرنيه في عده طبقات، الطبقه السطحيه من البشره، انا بدي طبق تحت البشره، فبيتم ازاله بشره القرنيه وبيطبق الليزر تحتها وبعدين بترك القرنيه للطيب بشكل طبيعي. بمرحله ثانيه في عمليه اسمها الليزك، الليزك نحن بنحط يعني بدي طبق أشعة الليزر بعمق القرنية، فرح حط جهاز اسمه مايكرو كيراتوم ثبت العين، بعمل شريحة بالقرنية، يعني بمسك القرنية، القرنية سماكتها بالمركز بحدود 500 مايكرون، بحط شفرة وبطبق شريحة اسمها بالمايكرو كيراتوم تقريبا 100 ميكرون، وبرفع الشريحة بطبق الليزر تحتها وبرجع هاي الشريحة. هاي عملية الليزك. عملية الليزك الفوائد انه بتخفف الألم، بينما عملية الليزر حكينا عليها انه هي باعتبار رح تترك البشرة لتتعافى خلال 48 ساعة رح يصير في شوية ألم. عملية الليزك ما فيها ألم وبتعطيني كمان يعني بتعطيني انه درجات أعلى. أنا بالليزر ما فيني شيل درجات كتيرة، بالليزك ممكن ننتقل لمرحلة تانية. هاي أجهزة الليزر بجهاز الإكزايمر ليزر. هلأ هون بلشت بقى العلم بيتطور من خلال المشاكل الحادثة. هلأ بعملية الليزك في عندي أصل القرنية، هلأ هون ممكن تنخلق مشاكل، فلذلك تطور العلم بحيث أنه أنا ليش رحص لحتى قص القرنية عن طريق الشفرة. فهون اخترعوا شيء جهاز تاني اسمه الفيمتو ليزك أو الفيمتو السيكند، أنه بحيث أنه ما في أصل سطح القرنية بقدر ضربات ليزر بتقصل لي القرنية وبرفع وبطبق إكزايمر ليزر بمرحلة أولى. والمراحل الثانية هو الفيمتو ليزك أو السمايل، هذا اللي الأجيال الواعدة منه، هو عمليا أجهزة ليزر من دون قطع. الليزر القديم الإكزايمر ليزر بيعتمد على مبدأ يحرق سطح القرنية فبيقشط طبقة خلايا. الفكرة الجديدة بالسمايل ليزك أنه لا، ما غيرنا المبدأ. أجهزة الليزر فيها آلية كتير حلوة الجديدة السمايل. السمايل مبدأه أنه بيعمل فصل بين طبقات القرنية من دون كت، من دون قطع، فهذا شيء كتير جميل بحيث أنه أنا إذا بترك القرنية 48 ساعة بترجع لشكل الطبيعي ولا بيبين فيها أي شيء، لأنه القرنية هي عبارة عن ألياف كولاجين. نحن بالليزر القديم نحرقه من قصة، أما بالفيمتو ليزك بيعطي ضربات ليزر خفيفة بحيث تعمل تسليخ لسطح الطبقات القرنية من دون ما أعمل حرق ومن دون ما أعمل ندبات ومن دون ما يكون في عندي جرح على القرنية. فلذلك كل الهدف في تطور الجراحات الانكسارية الوصول للسلامة، تمام؟ كل ما تطورت هالأجهزة عم بصل لنسبة دقة عالية جدا وأمانة بنسبة تصل ل100%. هلأ حكينا بهالظروف هاي، رح نكمل معايير إجراء العملية. طيب شو هي أهم المعايير أو الشروط المفروض يتم التقيد فيها قبل إجراء العملية، إن كان من حضرتك الطبيب أو كان من المريض؟ تمام. هلأ هون كشروط إجراء العملية في عندي عدة عوامل. أول شيء بدي أتأكد، هلأ حكينا أنه هي بتصحح أسوأ الانكسار الموجودة، أنا بدي أتأكد هي أسوأ الانكسار الموجودة ثابتة ولا متغيرة. يعني مريض مثلا عنده درجتين، إذا بتوقع بعد بسنتين ثلاثة يصيروا أكثر
فليش حتى ساوي له العمليه؟ يعني ما حساوي له عمليه غير لتكون في فتره من الثبات للدرجات الموجوده. يعني لذلك هو موضوع العمر. نحن بنعرف عند الاطفال بتبلش خلل انكساري، اسواء انكسار، بس هذا متغير مع النمو. فلذلك انا اول شرط للعمليه انه انا اعرف انه تكون درجاتي ثابته. عاده بعمر ال 18 بتثبت الدرجات بالفتره بين ال 18 وال 40 سنه غالبا، اذا طبعا العين خاليه من الامراض فبتكون ثباتيه بالدرجات. يعني كلياتنا بنسمع انه انا نظارتي صار 10 سنين ما تغيرت، اوكي، هو هذا الهدف لازم اوصل له قبل اجراء العمليات حتى ما اضطر يصير عندي خلل انكساري ثاني ورد ارجع البس نظاره. فاول شغله حكينا عليها هو ثباتيه الدرجات عن طريق العمر، هذا اول شرط. الشرط الثاني مثل ما حكينا انه هي العمليه قائمه على القرنيه، فبدي اتاكد من انه سطح القرنيه سليم بالمية مية من حيث السماكات او الانحناءات، خالي من الامراض الفيروسيه، خالي من الكثافات، لانه نحن عم نحكي على اوساط شفافه. فاذا كان في عندي مشكله انه هي الاوساط ما لها شفافه فمانه رح تنجح عمليتي، حتى ما يقدر يفوت الضوء. مثل بعض الامراض الالتهابيه على القرنيه بتترك كثافات قرنيه، هي ما بتجه لهذا الاتجاه، بتجه لاني عالج الكثافات الموجوده. كمان سلامه سطح العين بشكل عام، يعني انا بدي اعمل فحص شامل للعين. يعني الطبيب وقت بيجي لعنده مريض انه انا دكتور بدي اخلص من النظارة، فمنبلش اولا تبقى بدراسة فحص للعين، يعني بدي اتأكد انه العين كلها سليمة، يعني ما عنده مثلا مي بيضاء، يعني جسم البلوري بيكون شفاف، ما عندي امراض بالشبكية، تمام، ما في عندي اذيات على العصب البصري، ما في عندي مشاكل تانية بالعين، سلامة العين تماما من الامراض، ثباتية الدرجات، بعدين بدرس سطح القرنية وإذا كان بيسمح لإزالة الدرجات ولا لا. لأنه نحن بدراستنا لسطح القرنية في عنا حد ما بنقدر نتجاوزه، يعني أنا القرنية بدي أعملها تشطيب بالليزر بحيث أنه أنا ما ضعفها، إذا ضعفتها كتير بخلق لها أمراض جديدة. فدائما في يعني هامش من السماكة القرنية ما فيني أقرب عليها، يعني أكثر من 50% من سماكة القرنية ما فيني أنا أتجاوزه مثلا كرقم معين. فبحسب قديش القرنية سماكتها وبحسب الدرجات. يعني مثلا بيجيني مريض عنده 10 درجات بيقول لي أنا بدي شيل النظارة، بحسب له ياهن على الجهاز مع صورة القرنية، بقول له ما بقدر شيل 10، بقدر شيل 5، بقدر شيل 7، حسب صورة قرنيتك قديش قرنيتك بتتحمل بنشيل درجات. وممكن يجي روحه العشرة إذا قرنيته بتتحمل، وممكن ما نقدر نقرب عليها. في عالم عندها تتطور درجات من أمراض على سطح القرنية شائعة ببلادنا، القرنية المخروطية مثلا. القرنية المخروطية كلها بنسمع عنها منتشرة بمناطقنا. القرنية المخروطية وجودها بيمنع أي ضربة ليزر تكون على العين لأنه بتتحرض بطريقة عنيفة. فكل مريض مثلا صورنا انه حتى لو كان سسبكت كيراتوكونس، يعني شك بوجود قرنيه مخروطيه، فانا رح اقول له بعتذر منك، انت عمليه تصحيح النظر بالليزر هي مؤذيه للقرنيه ولذلك ما فينا نساويها، فينا لا نتجه كمان يعني بياخذنا الحديث باتجاه كيف انه انا بقدر صلح الدرجات او الضعف الحاصل من دون عمليات تصحيح النظر بالليزك اللي هي بتمس القرنيه. فيني اتجه لعدل الانكسار الثاني اللي هو بجسم البلوري، فيني اتجه باتجاه العدسه. نعم، يعني نصائح متعدده واعطيتنا فكره يمكن اليوم وافيه وشامله عن كثير من الاسئله الشائعه بذهن مشاهدينا. بدنا نشكرك لوجودك معنا. شكرا دكتور جهاد. اهلا وسهلا. شكرا دكتور جهاد لحضورك اليوم، ودائما بنقول بالصحه والسلامه للجميع. اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا للمشاهدين.